أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة أسبوعية جديدة من برنامج النادي العربي من أمريكا. في كل لقاء هنحاول نلقي الضوء على أي قضية أو مشكلة تواجه الجالية العربية في أمريكا. نلتقي، نتفاعل، نتواصل على قناة MAA. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من برنامج النادي العربي من أمريكا. حلقتنا اليوم هنستضيف شاب مصري، نموذج مشرف لأي مصري لسه جاي أمريكا فريش، البطل محمد الشامي، هو بطل في كمال الأجسام ولاعب بوكس. أهلا وسهلا بيك محمد. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أنت لسه فريش في أمريكا، قد إيه في أمريكا؟ يعني تقريبا سنة ونص كده. سنة ونص لسه جديد. طيب إيه احكي لي بقى عن يعني رحلتك لأمريكا ورحلتك في مصر. نبدأ إيه؟ نبدأ من رحلتك في مصر الأول، تحب تتكلم عنها مصر ولا طبعاً. أمريكا؟ أوكي، اتكلم من مصر الأول. تمام. حابب تعرف إيه أو حابب أتكلم عن إيه بالظبط؟ أول حاجة عايزك تعرفنا بنفسك، مين محمد الشامي وإنت بطل عالمي؟ طب إزاي بطل عالمي وإيه المباريات أو إيه المسابقات اللي أنت شاركت فيها؟ بدأت إزاي؟ يعني؟ آه، وبدأت إزاي وبدايتك إزاي؟ تمام. أول حاجة أنا بدأت في من صغري خالص، في بداية كنت الأول بلعب كورة، فكنت حابب أن أنا أكمل في الكورة، بس اتصبت في رجلي. فطبعا زي كل الأطفال، لما الوالد بيشوف أن ابنهم مثلا اتصاب أو حصل حاجة زي كده، بيمنعه طبعا عن اللعب الكورة خالص. فمنعني عن لعب الكورة خالص وقال لي أنت ما فيش كورة، أنت تقعد في البيت ركز في مذاكرتك، الكلام ده كله. فانا كنت تقريبا يعني انا مش حابب الكوره، او انا معتقد ان انا كنت بحب الكوره بس انا كنت مش بحبها زي ما بحب كمال الاجسام والفايتر. طب استاذنك، انت بس في البدايه عايزك تقدم نفسك، يعني انت مين محمد الشامي الاول قبل ما نتكلم عن بدايتك وانت والكوره؟ فانت الناس عايزه تعرف، يعني في ناس بتشوفك لاول مره فعايزين يعرفوا مين محمد الشامي. تمام. لو انت هتتكلم عن نفسك، محمد الشامي. انا محمد الشيمي. سوري، الشيمي مش مشكله. انا محمد الشيمي، عندي 32 سنه، لاعب كلاسيك فيزيك، لاعب بطل عالم كلاسيك فيزيك، وبطل محترف في الام ام اي والبوكسينج. ايه بقى الام اي؟ الام ام اي دي اللي هي القتال المختلط، اللي هي بتبقى حاجه جوه القفص زي ما بنشوفها في المشهور هنا في التلفزيون، برنامج مثلا سي اليو اف سي. بتبقى مفتوح كل الالعاب فيها، بيبقى جيتسو، راسلينج، بوكسينج، كيك بوكسينج، مواي تاي، كل انواع القتال موجوده فيها، بتبقى ميكس يعني. ويتذاع على مستوى العالم كله. طبعا في برنامج مشهور قوي اليو اف سي دوت. ده مشهور على مستوى العالم كله وليه شعبية والجمهور كبير يعني. انت بقى شاركت في المباراة؟ شاركت في الام ام اي الحمد لله. خدت ايه بقى؟ يعني اخدت القاب ولا يعني جوائز؟ هي مش القاب، هي بتبقى بطولات هواة واحتراف. تمام. وبتتسجل في الريكورد بتاعك في الشيردوج. انت بقى عملت كام واحدة؟ عملت ريكورد واحد. وبعد كده كان فين؟ كان مكانه فين؟ كان في مصر؟ كان في مصر. كان في مصر. جيت هنا ما حبيتش ان انا اكمل في الام ام اي، حبيت ان انا انقل للبوكسينج. ده بالنسبه لكمال الاجسام. لا، ده بالنسبه للام ام اي، للفايتر. ده فايتنج مش كمال اجسام. معلش انا ما اعرفش اشرح لي بالظبط. يعني انت دلوقتي بتتكلم عن بالنسبه للفايتنج. تمام. انت فايتر. تمام. مقاتل في البوكس، في البوكسينج. تمام. حاليا بوكسينج. طيب بالنسبه لكمال الاجسام، كمال الاجسام انا بادئ من بدري جامد يعني. انا البوكسينج انا بادئ فيه بقى لي تقريبا سنتين او ثلاث سنين، او بالظبط انا بدات الفايتر كامل من بعد الكورونا. تمام. ده كمال الاجسام مش فايتر. ده الفايتر. الكمال الاجسام انا بادئه من بدري خالص، من تقريبا وانا عندي 15 سنه. 15 سنه بدات ان انت تبني جسمك. سنة. من 17 سنه تعمل عضلات بالظبط. وبدات بايه؟ بدات بالاسمنت وكده ولا بدات ايه؟ كان على ايام الحمد لله كان في جيمات. فاكر زمان كنا بنبدا بنحط اسمنت. ممكن ما وعدتش عليها دي، ممكن الناس اللي ادم مني. ادم منك شويه. يعني بدات بس بدات مع نفسك، يعني انت اللي جبت الحديد وبدات ان انت تلعب بيه كده في البيت ولا رحت نادي؟ لا، كان عندي جيم. كان خالي كان بيتمرن في جيم جنب البيت جنبي،
فانا كنت دايما وانا صغير كنت كان جسمي ضعيف شويه فجيت في فتره من الفترات يعني انا كنت معجب بخالي جدا ومعجب طبعا بالكرتون والعضلات والحاجات دي كلها. فقلت لخالي انا ممكن ابقى زي الناس دي؟ قال لي ممكن طبعا في يوم من الايام. قلت له طب ممكن تاخدني معاك في يوم اتمرن وانت رايح الجيم؟ قال لي مفيش مشكله. فكان يوم جه بيعدي عدى علينا في البيت قبل ما يروح التمرين، كنت تقريبا في رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي، كنت لسه صغير يعني. فقلت له قلت لابويا انا هروح مع خالي ايه اتمرن في الجيم. طبعا والدي رفض وقال الحديد هيقع عليه وده هيأثر زي ما كل الناس بتقول ان الحديد بيأثر والكلام الكلام اللي احنا كنا بنسمعه بتاع زمان ده. قال لا بس ده انت قلت ان انت بتلعب، كنت بتلعب كوره الاول؟ كنت بلعب كوره الاول. لا دي انا بكلمها بقى في بدايه كمال الاجسام خالص. دي قبل الكوره. دي قبل الكوره. رحت مره كده رحت مره كده وانا في خمس دقايق رحت مره معاه فعجبني الموضوع بس فما كملتش معاه في الجيم قوي برضو. المدرب قال له هو لسه صغير ممكن الحديد يقع عليه خليه كده مره ايه كل شهرين. حبيت المجال قوي بس طبعا ما كملتش فيه زي ما قلت لك، الكابتن ايه ما حبش الكلام دوت وبرضو والدي ما اهتمش بالموضوع بس. فدخلت في الكوره وكملت شويه في الكوره فرجلي اتكسرت فقعدوني في البيت ما لعبتش رياضه خالص. بعد كده بقى لما كبرت شويه بقيت تقريبا كنت في اولى ثانوي وانا مش فاكر كان سني كام وقتها فابتديت بقى ان انا ايه اركب مواصلات واتحرك لوحدي. فبقيت اركب مواصلات واتحرك لوحدي اخلص مدرسه وانا راجع من المدرسه كان في جيم قصاد المدرسه على طول. فكلمت ابويا قلت له بعد اذنك حاج في جيم قصاد المدرسه على طول اروح اتمرن فيه. طبعا في الاول رفض برضو قعدت فتره كده اروح من وراه. انت منين؟ منطقه ايه؟ انا من مولود بالظبط في الزاويه الحمراء. في الزاويه الحمراء. في الزاويه الحمراء في القاهره. احسن ناس. ربنا يخليك. ففي الاول كنت الاول ايه بروح من وراه كده ايه. فلما عرف او والدتي قالت له ان محمد بيتاخر كل يوم من المدرسه فاعترفت له قلت له انا بصراحه بتمرن جيم. فقال لي خلاص ادم دي رياضه كويسه وانت ما فيهاش اي عنف وما فيهاش اي مشكله. وكان اعتقاده ان الكمال اجسام فيها عنف بنروح نضرب بعض في الجيم او حاجه زي كده. قلت له لا ده انت بتتمرن عادي ووصفت له الموضوع كله. بس ما قالكش دي ما فيهاش مستقبل ما فيهاش فلوس؟ في مصر ما بيهتموش بيهتموا بالكوره بس صح؟ الكوره هي اللي بتعمل فلوس. الحقيقة كان دايما مش بيقول لي ولا كوره ولا كمال اجسام، كان بيقول لي دراستك. الحقيقه يعني كان بيقول لي. طب وانت ما كنتش حاسس ان انت لو لعبت كوره كان احسن لك؟ كنت تبقى مشهور ولو انت بطل في الكوره مش شبه. انا لو ببص للفلوس ممكن ابص للمشاريع يعني لكن انا كنت حابب بالكمال الاجسام دي كهوايه. انا حابب اللعبة. ما بصيتش للفلوس ولا لان انت تقول ولا الشهره يعني انت كنت حاببها. كنت حابب ان انت تبقى تشوف نفسك شكل حلو. شكلك كويس وطن. بس كان في دماغك ان انت تبقى حاجه عالميه وتبقى يعني تشارك في مباريات او مسابقات عالميه؟ طبعا كان في دماغك. طبعا طبعا يعني اثرت عليك بقى في المذاكره وكده ولا عشان ابقى صريح معاك طبعا 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 بتاثر معاك البايت. بس انت ما شاء الله انت خدت بكالوريوس انا معايا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره بس ما اشتغلتش بيه اشتغلت بيه فتره بس كان الفلوس بتاعته كانت قليله يعني فما كملتش الحقيقه. التدريب احسن في التدريب وغير كمان ان التدريب فلوسه احسن. مش حابب مجال ان انا يعني انا كان والدي ووالدتي كانوا يقولوا لي خلص البكالوريوس بتاعك واعمل اللي انت عايزه. كل الناس بتقول لك خلص البكالوريوس خلص البكالوريوس بتاعك واعمل اللي انت عايزه. مش مشكله عندنا تلعب بطولات. عملت اللي انت عايزه بعد ما خلصت. بالظبط كده. اشتغلت بقى مدرب. مدرب. اشتغلت بقى مدرب فين في مصر؟ اشتغلت في اول حاجه كنت في خدنا كان خالي كان الجيم اللي انا كنت بتمرن فيه وانا صغير دوت. صاحب الجيم سافر السعوديه فكان عايز حد يمسك الجيم. كنت انا لسه في البدايه خالص برضو كانت معلوماتي ايه بسيطه قوي وكان جسمي كمان قليل قوي. بس راح خالي خد الجيم دوت وقال كان عندك عضلات صح يعني كان في كان بسيط كان سنك قد ايه؟ كان سني تقريبا في 2007 مش فاكر كان سني كام بس كان فيها عضلات كده. كنت تقف في المرايه وتشوف نفسك بس صغير قوي كده صغير ليه عضلات الكوره دي. بس يعني بدات الحمد لله. بعد كده مسكت الجيم. مسكت الجيم بقيت قاعد فيه بقى ليل ونهار قاعد طول ما انا قاعد بتمرن وباكل اتمرن وباكل كل الفلوس اللي بتجيلي بجيب بيها اكل.
قلت الخيال انا عايز اعمل عضلات عايز ابقى زي الناس اللي في الصور دي اعمل ايه؟ قال لي اتمرن وكل. يعني الاكل مهم. طبعا مهم. اهم حاجه الاكل، هي رقم واحد الاكل، بس مش اي اكل يعني، لازم طبعا لازم الكواليتي بتاعت الاكل اللي انت بتاكله ايه. يعني موضوع مكلف للحد لو عشان ابقى صريح معاك. مكلف. مكلف، لازم تاكل بروتين و لازم تاكل. طب انت اللي عملت لنفسك النظام الاكل ده ولا حد قاله لك ولا عرفت ازاي؟ في الاول كنت بعمله لنفسي عشان ما كانش معايا فلوس ان انا اشترك مع مدربين. فلان كان الجيم كان بيجيب لي مصاريف بسيطه جدا، فيدوبك كنت بجيب اكل وشرب لايه لنفسي. واحده واحده الحمد لله لما ربنا كرم بقى معايا فلوس اكتر، بقيت طبعا اتابع مع مدربين. والحمد لله دلوقتي بقيت بدأت تبعد بقى عن حاجات اللي هي مش مفيدة، صح؟ في أكل مش مفيد. طبعا يعني الفول مفيد ولا لا؟ على حسب، هو الفول كواليتي جميل، بس في ناس بتشتكي من القولون. يعني ممكن يبقى مفيد ليك مش مفيد ليا. كل شخص. كل شخص وليه النظام بتاعه. بس عرفت المعلومات دي ازاي وانت كان لسه سنك صغير؟ لا وقتها ما كنتش عارف المعلومات دي. وقتها كنت اسمع مثلا حد يقول لي كل رز بيعمل عضلات كنت باكل. طيب. لبن البودره خده بيعمل عضلات كنت باخده. بدات بقى جربت في نفسي كل حاجه. جربت في نفسك وبدات في الجيم مع نفسك كده. جيم صغير وبعدين طيب عملت ايه؟ يعني كان في دخل ليك من الجيم الصغير ده ولا لا؟ الحقيقه ما كانش فيه. ما اضافلكش حاجه؟ لا اضاف لي كتير طبعا. كل حاجه في حياتي ضافت لي لحد ما وصلت لحد هنا. كل حاجه في حياتي ضافت. ازيك بقى خلاك ان انت تتمرن تحافظ على التمرين؟ خلاني ان انا اتمرن، ان انا التزم، ان انا ممكن يجي مني ابقى بطل بالظبط. قعدت قد ايه، كام سنه بقى في الجيم الصغير؟ في لحد 2013 تقريبا. لغايه 2013. لا بس انا كنت في الاول شغال في الجيم، بعد كده خدته فتره وبعد كده سبته خالص. اشتغلت فيه بعد كده ايه بقى بتاعك ولا لا؟ الاول كنت شغال فيه مع خالي. تمام. بعد كده مسكناه انا وخالي. يعني زي مدير في انت المدير بتاع الجامعه؟ مش مدير، انا هو بندفع الايجار يعني، انا هو مستاجرين المكان. شريك بالظبط. اصبحت الشريك فيه. تمام. بس ما عادش فتره بس كبيره. بس كان بيغطي التكلفه وبيغطي. قعدت فتره قصيره او الصراحه لقيت الفلوس مش مجازيه خالص، ممكن عشان انا كنت برضو في منطقه شعبيه شويه. فكانت الفلوس بسيطه او مش مجازيه بالنسبه لواحد عايز يبقى بطل. بس انت ما استسلمتش يعني؟ لا ما استسلمتش الحمد لله. انا لما لقيتها بقت بسيطه كده رحت اشتغل في جيم اكبر شويه. أيه. عشان يجي لي دخل اكبر عشان اعرف اوصل. نقلت بقى نقله ثانيه، مرحله ثانيه اللي بالزبط. هي اشتغل في جيم بروفيشنال اكبر شويه. اللي هو ايه بقى؟ مش بروفيشنال، اكبر شويه يعني. كان اكبر شويه، لسه ما وصلتش للمرحله. لا لسه ما وصلتش. كان هو اللي هو ايه؟ كان جيم، كان انا مش فاكر اسمه الحقيقه. بس هو كان في منطقه الف مسكن او النزهه. تمام. على ما يعني طلعت منطقه اعلى شويه. اعلى شويه، بس مش عاليه قوي، بس خطوه. سلمه. كويس. فنقلت فيه. انا كنت زي ما انا في الجيم وكنت بدور. فالحمد لله جات لي دي. رحت قلت لخالي معلش انا جالي ايه شغل في جيم اكبر شويه، انا الجيم دوت الفلوس بسيطة معايا. قال لي وهي كمان بسيطة معايا. انا هسيب المكان. قلت له خلاص مفيش مشكلة، تعالى نسيب المكان وايه وانت ركز في شغلك وانا هركز في ايه في الشغل التاني دوت. قال لي خلاص ماشي. فروحت بدأت من الجيم دوت واحدة واحدة فيه، وبعد كده نقلت برضو الجيم تاني في مدينة. اضاف لك ايه الجيم ده؟ الحقيقة دوت كان يعتبر نقلة او خطوة او تحفيز، حاجة تزقني ان انا اقدر ان انا امسك جيمات اكبر. تمام. لاني انا ما كملتش فيه، انا قعدت برضو فيه 3 شهور. دي السلمه الثانيه. السلمه الثانيه بالظبط. بس كانت سريعه لاني ما كملتش فيه 3 شهور او شهرين. ونقلت لجيم تاني اكبر في مدينه نصر. كويس. مدينه نصر. طيب ده كان جيم اكبر بقى؟ كان جيم اكبر. حاجة بروفيشنال. كان حاجه يعني تقريبا بروفيشنال. عملت ايه؟ كنت مدرب هناك؟ كنت مدرب هناك. كويس. حسيت بقى بفرق؟ طبعا. اجهزه احسن؟ طبعا اجهزه افضل. الكاستمر كل حاجه، كل فلوس حاجة. احسن وفلوس احسن طبعا. طيب بعد كده الخطوه اللي بعدها عملت انا كل ده كنت طبعا بحاول ان انا طبعا لما باجي اتنقل من مكان لمكان بحاول ان انا اثقف نفسي شويه. باخد معلومات اكسبيرينس. بتعامل مع الناس يعني، بجرب. انت مثلا في اجسام بتجرب معاها مثلا بروجرام معين، في اجسام بتقبل واجسام لا. فدي كل ده فادني خبره. يعني مش اي حد ممكن يبقى بطل وعنده عضلات ويبقى عنده اي حد يبقى بطل لو مشي صح. لو مشي صح حتى لو صغير وجسمه صغير، ايا كان ايا كان كل ده وله دواء.
ده كلام ربنا مش كلامنا. طب انت في لغايه المرحله بتاعه مدينه نصر كنت برضو ماشي على سيستم اكل معين؟ صح. كل مره باخد بضيف لنفسي معلومات بطبقها على نفسي. بدات تحسن نظام الغذائي بتاعك؟ طبعا. يعني بدات بقى تثقف نفسك اكتر وتقرا. كنت بدات تدرس بقى في الوقت ده تدرس كمال الاجسام؟ كان وقتها ممكن دراسه بداتها من بعد مدينه نصر. ابتديت اعرف بقى. كان عندك كام سنه بقى ساعتها؟ انا ممكن اقول لك في سنه كام، لكن كان عندي كام سنه. سنه كام؟ كان كنت في سنه 2015. تمام. يعني في 2015 بدات ان انت تدرس. بدات ان انا ادرس. دي مرحله بقى جديده ان انت درست. ازاي بقى؟ اونلاين؟ درست اونلاين. حاجه هنا اسمها السي اف تي تبع شهاده دوليه. دي شهاده انترناشونال من امريكا، هي بتبقى اونلاين. من هنا. سي اف تي. طب ودفعت رسوم ازاي؟ ما مكلفه. عادي بتدفع. كان معاك بقى فلوس ساعتها؟ بدات البليه تلعب. فدرست اونلاين وخدت الشهاده. بالظبط. تمام. فادتك اكيد طبعا. كانت في فرق صح؟ اكيد طبعا. حتى كانت في الجيمات الكبيره لما كنت باجي اقدم فيها كانوا بيقولوا انت مستواك جميل وشكلك حلو. هتقدر تفيد الناس. يعني بما انك انت كويس او بما انك انت شكلك حلو فاكيد هتعرف تفيد الناس، يعني بما انك فدت نفسك. بس مش معاك شهادات، احنا محتاجين شهادات. فكنت مضطر ان انا لازم اخد الشهاده دي عشان اعرف اشتغل في كاتيجوري اعلى او بوزيشن اعلى في المانجمنت او اي، يعني لازم اطور من نفسي. بس انت بدات الناس بقى تجيلك وتقول لك انا عايز ابقى زيك كده وكده، ولا لسه ما كانتش عضلاتك زي دلوقتي؟ لا 2015 كنت كويس الحمد لله. بدات تشوف ناس تقول لك انا ازاي ابقى زيك؟ كنت بطل جمهوريه درجه اولى ودخلت بقى. كلمني بقى عن الايه، المسابقات بقى والبطولات. البطولات دي في الاول خالص انا لعبت. اول حاجه كنت في بدايه بطولاتي خالص كان عندي 17 سنه. فكان في بطوله بتاعت سن 17 سنه. كان وقتها لما كنت في الجيم طبعا. في اللي هو عندنا في المنطقه اللي هو الصغير ده، فخالي قال لي ايه رايك يا محمد تشارك فيه؟ قلت له اشارك في بطوله ازاي؟ انا مش جاهز، او انا هلعب ازاي؟ قال لي تعال نجرب. جايز جايز تبقى كويس بالنسبه لهم. فقلت له خلاص ماشي. فشاركت وتقريبا عملت مركز خامس او سادس، انا مش متذكر قوي الصراحه. فخدت الشهاده كنت فرحان بيها قوي. بس لقيت كميه ناس كانت هي تقريبا تحت سن ال 17 وسن ال 19 والسن ال 21 والمفتوح. فكانت طبعا الناس اللي في المفتوح دول كانوا بالنسبه لي حاجه وهم، اللي هو عضلات وحاجه جميله اللي انا ملكان واقف قصادي. فدي كانت محفزه ليا. ففضلت اتمرن ولعبت برده تحت سن 19. اتنقلت شويه عملت رابع. عملت رابع مركز رابع. جمهوريه. كانت لا كانت تحت سن الجمهورية بس تحت سن 19. على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. اي حد بيشارك في الجمهورية. بس تحت سن 19. بس وبعد كده. بعد كده نقلت للجامعات، بطولة الجامعات. بطولة الجامعات على مستوى مصر. على مستوى مصر بس. تمام. اللي في الجامعات. تمام. خدت مستوى كام؟ اخدت. عملت تاني فيها. عملت مستوى تاني. عملت تاني. وبعد كده لعبت الجمهورية. بيقدروك بقى يعني بتاخد مستوى تاني؟ كان فيها تقدير؟ الحقيقة هي تقديرك كتحفيزي اكبر من التقدير المادي. هي ما كانش فيها تقدير مادي. بس تحفيزي. تحفيزي كان. كانت حلوة. تمام. طيب بعد المرحلة دي بعد مركز تاني. بعد مركز تاني لعبت كاس مصر. ولعبت جمهورية الحمد لله. كنت كل البطولات بقى ابتديت اول كاس مصر. اول جمهورية. واول جمهورية درجة اولى. بعد كده كانت فيها حاجة اسمها، كان في بطولة كانت عاملة ضجة كبيرة وكانت ناس مشهورة قوي على الميديا. اسمها زاشو. بس ذا شو دي مش كمال اجسام. ذا شو دي بقى اللي خدت يعني تركيزي كله فيها. برنامج يعني؟ لا مش برنامج. هي زي كم شفت الملكان؟ زي الملكان بالظبط. لا انت ضخم قوي. ولا انت رفيع. اللي هو شيك كده اسمها كلاسيك. تطلع يعني تستعرض. تستعرض بس بالشياكه. مش مؤفور قوي في العضلات. وفي نفس الوقت جسمك ايه مش رفيع قوي. تمام.
دي بدات تشارك فيها دي اللي دي كانت واخده اهتمامي جامد وكانت عامله ضجه كبيره قوي في مصر. خدت فيها مركز او حاجه؟ لا الحقيقه طلعوني اوفر ماسل قالوا لي عضلاتك كبيره عن عايزين حاجه ده عن عن المستوى ده فمش مشكله. عملت ايه بعدها بقى؟ بعد ما ركزت بقى في الكلاسيك فيزيك فئه الكلاسيك فيزيك. ايه بقى الكلاسيك فيزيك؟ الكلاسيك فيزيك زي ما قلت لك هي شفت انت الملكان شبه الملكان بالظبط بس لا هي كلاسيك لا هي فيزيك اسف ولا هي بودي ويلدينج. الفيزيك اللي هي بتبقى جسمك جميل قوي من فوق بس بشورت اللي هو مش مشكله عضلات رجليك. لا انا حابب ابقى كل متناسق عضلات رجلي جميله عضلات جسم جميله السمانه كله في بالانس في المسلز بشكل يعني انا حابب ان ابقى كده زي الكلاسيك فيزيك بالظبط. فانا حبيت مجال الكلاسيك فيزيك فكملت فيه كلاسيك فيزيك. وده دي مسابقات عالميه هو نفس كمال الاجسام بس بيبقى فئات يعني كمال اجسام في الاوبن ويت اللي هو الوزن المفتوح ولا 212 تحت 212 وفي الكلاسيك فيزيك وفي الفيزيك. تمام كده بقى رحلتك خلصت في مصر ورحت امريكا ولا في حاجه كمان عملتها في مصر قبل ما تسافر؟ لعبت بدات الصراحه في وقت الكورونا لقيت كان في صديق ليا كان بيلعب ماتشات كيك بوكسينج وساندا لعبت بقى نقلت على بس ما سبتش كمال الاجسام يعني لا لسه لغايه الان في كمال الاجسام ان شاء الله بتشارك بوكسينج وكمال اجسام. لا لسه كنت في وقتها كنت لسه ما دخلتش بوكسينج كنت لسه ما دخلتها سالته قلت انا سالته قلت له ينفع العب بوكسينج؟ قال لي لا سنك كبر في مصر انت سنك كبر. قلت له ليه سني كبر؟ قال لي في مصر عشان تلعب بوكسينج لازم يبقى عندك تحت 13 سنه بقى زي الكوره في مصر. ده مظبوط ولا لا؟ لا مش مظبوط طبعا. اي سن ممكن اي سن عادي قلت له طب خلاص مفيش مشكله طب انت بتلعب ايه؟ قال لي العب كيك بوكسنج انت قوي جدا انت في كيك بوكسنج اللي هو بقى ايد ورجل ايد ورجل بالظبط قلت له لا انا مش عايز العب كيك بوكسنج انا عايز العب ام ام اي قال لي ماشي تعال العب ام ام اي قلت له طب ماشي مين احسن مدرب في مصر العب معاه ام ام اي فرشح لي مدرب قلت له انا عايز العب ام ام اي قال لي ماشي ابدا الاول سترايتك الاول وبعد كده ام ام اي انا ما فهمتش يعني ايه سترايت ما كنتش فاهم طبعا الكلام ده كله انا مفكر ان دي ام ام اي فانا رايح انا عايز العب اللي هي اللعبه اللي في القفص دي اخش امسك الواد عجينه خناقه داخل خناقه هو كان بيقول لي انت قوي جدا فهتعمل فيها ضجه حلوه قلت له طب كويس اروح اجرب فروحت كان مدرب كيك بوكسنج رحت لعبت كيك بوكسنج معاه فتره ونزلت بطولات كانت كاس مصر تقريبا وكاس القاهره كاس مصر كاس مصر وكاس القاهره تقريبا في الكيك بوكسنج تمام وبعدين اخدت حاجه فيها اخدت وقعت نوك اوت الحمد لله قضيه يعني فزت على طول فيها فزت على طول اول ماتش تقريبا خد ما كملش دقيقه ثاني ماتش برده ما كملش دقيقه. طب ايه طب ما انت ماشي حلو في مصر ايه اللي خلاك تسيب مصر وتيجي امريكا؟ ايه النقله اللي حصلت من مصر لامريكا؟ هقول لك جاي لك في الكلام. انا لعبت ماتشين الحمد لله كنت موقعهم قضيه فما كملتش دقيقه ثالث ماتش حصل معايا مشكله كده ما حبيتش ان انا اكمل بقى في الكيك بوكسنج مفيش داعي ان احكيها بس دي يعني قفلت من اللعبه خالص قلت لا انا مش هلعب ماتشات ثاني اتظلمت في الماتش دوت جامد وكل ما اضرب ضربه كنت الاقي الحكم يصفر انذار ليه انت لعب الضربه غلط. طب انا كسبان ماتشين ما حدش كان بيقول لي انت لعب الضربه غلط بعد ما اتمرن بسنتين تقول لي دلوقتي انت لعب الضربه غلط ما علينا المفروض اللعبه دي ما فيهاش ضرب بالركبه انت كنت بتضرب بالركبه؟ لا ما فيهاش ضرب بالركبه ما ينفعش اضرب نيه. تمام فالمدرب بتاع الخصم اللي هو اللي كان بيقف قصادي بيقول بصوت عالي جدا خش اضربه بالركبه خش اضربه كان بيقول للخصم بتاعك وفعلا دخل ضربني بالركبه وما ادالوش انذار قلت لا ده الماتش ده متفبرك حسيت ان في فوضى مش ده الماتش ده قواعد مش بيحترموا القواعد ده الماتش ده متفبرك اسف فقلت لا ده الماتش ده كده متفبرك انا فبعدين بقى لعبت فبضرب ضربه برده قال لا ده فاول دي غلط لقيت المدرب بتاعي داخل بيقول لهم
بيقول لي لا يا محمد انت فعلا عملتها غلط ده ما ينفعش. فاستغربت الصراحة. فقلت مش مشكلة خلاص اكمل ماتش عادي وعشان ما اعملش قلق في تمام. بس انت يعني زعلت حسيت ان مفيش قواعد بيخرجوا على القواعد؟ حسيت ان انا ظلمت. حسيت ان انت ظلمت؟ بدأت بقى تفكر انك تسافر تهاجر؟ لا لا بدأت ان اغير اللعبة. قلت اروح العب مواي تاي. ايه ده ماي تار؟ مواي تاي. مواي تاي اوكي مواي تاي. رحت لعبت مواي تاي. ايه دي بقى اللي هي ايه؟ انا لا افقه شيء. هي زي تايلاند بالظبط بس هي نفس لعبه كيك بوكسنج بس فيها روك ني والبو. ده انت عايز تنتقم بقى من لا دي كانت عايز تستعمل عجبتك الفكره. كانت مجال تاني. فروحت ما نجحتش فيها الحقيقه. رحت لعبتها ما كنتش عارف قوانينها ما كملتش الشهر. المدرب اول ما شافني قال لي انت عندك بطوله الجمهوريه ايه بعد اسبوعين. انا مش جاهز. قال لا انت هتنزل وهتكسب وانت لسه جديد. انا لسه داخل ما اعرفش لسه انت مش عارف القواعد خالص. يا كابتن انت هتنزلها عندك 10 كيلو نزلهم. عايزك تخس. طب ما ده هياثر عليك في كمال الاجسام صح؟ ما انا لما بكون بركز مثلا في ماتش كمال في كمال الاجسام بسيب كمال بسيب البوكسنج. بركز في ماتش مثلا بوكسنج بسيب كمال الاجسام لاني صاحب بالين كذاب مش عارف اركز في الاثنين. تركز في بالظبط. بس بقى الفتره محدوده مش طب ايش رجالك يعني مباراه هنا ومباراه هنا او مسابقه هنا اختار واحده من الاثنين. لازم تختار واحده بالظبط. وانت ايه اكتر حاجه لقلبك بتحبها يعني كمال الاجسام ولا البوكسنج؟ الحقيقه الاثنين. الاثنين الحقيقه الاثنين. طب وصاحب بالين كذاب مش هقدر اسيب الاثنين. طب ازاي تقدر تركز؟ لا عادي ممكن اخد ده فتره وده فتره. يعني فتره قد ايه يعني مثلا شهور؟ يعني انا هقول هبسطها لك. انا مثلا عندي ماتش مثلا بعد شهرين كمال اجسام. بركز قوي في كمال الاجسام وبتبقى الاولويه لكمال الاجسام. تمام. عندي ماتش بوكسنج بعد شهرين بركز قوي في البوكسنج وتبقى الاولويه للبوكسنج. لكن بسيب ده خالص لا. بسيب ده خالص لا. بس ده مش بيعطلك شويه يعني لو انت تخيل لو انت مركز في حاجه واحده بس مش تتقدم فيها اكتر يعني لو ركزت في كمال الاجسام بس مش ده بيخليك تعلى بسرعه الحقيقه؟ ايوه طبعا لو ركزت في حاجه واحده بتبقى اسرع ليك. يعني اللي يوصل اسرع مني اللي بيركز في حاجه واحده بس انا مش هقدر. بتحب الاثنين؟ بتحب الاثنين. انا متجوز اثنين. متجوز اثنين بس بتعدل بينهم. طيب بعدها برضو ما قلتليش فكرت في امريكا ازاي يعني ايه فكرة الهجرة؟ فكرة امريكا بقى لعبت ايه فخلصت المواي تاي. خسرت بس ما ظلمتش. يعني انا خسران لا انا فعلا انا ما كنتش جاهز. وانا كان قرار غلط ان انا وافقت ان انا العب الماتش. فقلت لا خلاص انا مش هنجح في المواي تاي. انا عايز ايه انا كل ده بعدت عن مجالي خالص انا عايز العب ام اي. بس انت كنت ناجح في كمال الاجسام. كنت ناجح ماشي معاك كويس الاجسام الى 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 حد ما. الى حد ما. بس انا كان مبالغ كمال الاجسام كانت قويه فوق طاقتي. محتاج مصاريف عاليه. محتاج سبورت بالظبط. محتاج سبورت. مفيش سبونسر هنا. لا ما كانش في اي حاجه حتى الشركات المصريه. يعني كان معايا سبونسر شركه مصريه بدون داعي ذكر اسمه. ما كانتش سبورت. يعني هو بيحب يستفاد اكتر ما بيدي. فبدات تفكر في ان انت تسافر. لا لسه. فلعبت الاول. دخلت قلت انا كده بعدت عن مجالي خالص. انا داخل اللعبه دي عشان العب ام اي مش داخل عشان العب لا كيك بوكسنج ولا داخل العب مواي تاي. فدخلت الام ام اي قعدت اتمرن شويه. لقيتهم كلهم بيقولوا لي لو الماتشات هنا في الام ام اي امريكا رقم واحد. قلت لهم انا عايز العب ماتشات قويه انا مش عايز العب في مصر تاني. انا بلعب خايف يحصل معايا موضوع الظلم ده هكره اللعب خالص. لان حصل برضو معايا في ماتش كمال اجسام نفس الكلام في مصر. فانا مش حابب موضوع الظلم ده ما مش عارف. مش هيبقى سبورت ليا خالص. فالحقيقه رحت سالتهم كتير كلهم قالوا لي اليو اف سي في امريكا وحاول انك تروح امريكا هي اللي
يعني الماتشات كلها كبيره هناك. بدا يبقى عندك حلم بقى ان انت تروح امريكا. هو حلمك بالظبط كده وتبقى بطل عالمي بالظبط تحقق الحلم الامريكي. هو الحقيقه كمان في كمال الاجسام امريكا رقم واحد. امريكا رقم واحد في كمال الاجسام. مستر اولمبيا وكل البطولات الكبيره الضخمه في امريكا مش في مصر. طيب حلو وصلت امريكا سافرت امريكا مش مهم سافرت ازاي المهم وصلت امريكا بقالك حوالي سنتين صح؟ هل بقى الصوره الجميله اللي انت يعني ايه كنت راسمها وان انت هتروح امريكا وتشارك في بطولات كانت هي ولا حسيت ان في تحديات خاصه اللغه مثلا هل اللغه كانت معاك كانت عائق؟ عشان ابقى صريح معاك طبعا انا كنت متخيل حاجه تانية. جيت لقيت غير تخيلاتي غير توقعاتي. اول عائق طبعا اللغه. حتى اللي احنا بنتعلمه في مصر ما كانش زي هنا يعني الاكسنت متغير خالص. اللغه متغيره خالص اللي انا كنت بدرسه ده حاجه وهنا حاجه تانية. فاللغه طبعا كانت مشكله كبيره. تغيير المناخ. انت متعود على حاجه هنا سيستم تاني هنا حياه تانية خالص اختلاف كبير. وانت جيت على مدينه صغيره صح يعني انا عارف ان انت جاي انا على جيت على ميتشيغان. ميتشيغان وفي مدينه صغيره جاكسون. جاكسون دي برضو تحدي صح لان ما بيبقاش فيها كل حاجه هي صعب المشاركات هي المشكله ان اصعب حاجه فيها الجو بس. بس بتلاقي فرص انك تشارك في مباريات دوليه او على مستوى امريكا في يعني جاكسون لا جاكسون. انت بتطلع بقى انت بتجتهد شويه يعني انت يعني انا كنت في مصر ما بدات الاول من الجيم الصغير ده وفضلت اطلع واحده واحده. خدت نفس الطريق نفس الفكره بعيد بقى كل بعيد نفس من اول وجديد بقى تاني بالظبط بدات هنا. بس عندك تحدي اللي هو اللغه عندك تحدي ان انت في مدينه صغيره انت بتطور نفسك بقى بنفسك بتعتمد على نفسك سلمه بسلمه بتعيد السلم من اول وجديد. طب ايه بقى اللي انت عملته هنا يعني انت شايف نفسك في اي سلمه دلوقتي السلمه الاولى انا الحقيقه جهزت هنا لماتش بوكسينج انا حابب النهارده هنا اكمل لعبت هنا برضو فتره ام ام اي بس حابب ان انا اكمل بوكسينج بس مش يعني خلاص مش هتركز في كمال الاجسام قوي لا هركز في كمال الاجسام زي ما قلت لك الاثنين انت برضه بس انت الاقرب حاجه جايه قريب اللي هو هنشوفك في بوكسينج. حاجه في مباراه عشان لسه الماتش بتاعي متكنسل يعني انا كنت هشارك من اسبوعين في ماتش بوكسينج بس الخصم كنسل الماتش قال انا عندي مشكله في قلبي وكنسل اعتذر اعتذر ما لعبش واللي قبليه برضو اعتذر لما يعرف ان انت جاي له مخصوص جاي له مخصوص بيخاف فربنا يستر بقى اللي جاي كمان ما اعتذرش عايز العب ماتش يعني فقريب ان شاء الله هنشوفك في ايه في مباراه مهمه قوي في ميتشيغان ان شاء الله في البوكسينج بس بوكسينج ايه بقى هيبقى زي نظام مصر اللي هو كيك بوكسينج ولا لا بوكسينج جاست بوكسينج ما قالكش هنا بقى السن ومش السن والكلام لا 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 هم قالوا لي هتلعب ماتش احتراف قلت لهم قالوا لي طب لازم تتسجل في البوكسر ريج قلت لهم ما فيش مشكله بياناتك سجل اعمل ها رحت مخلص كل حاجه الحمد لله واتسجلت الحمد لله انا مستني بقى الماتشات يعني انا لسه بدور على ماتشات ان شاء الله الاقي ان شاء الله الاقي حد يوافق ان شاء الله يعني انت ناوي تركز برضو في البوكسينج والكمال الاجسام بالزبط. لقيت انت دلوقتي لقيت سكه في البوكسينج المباراه طيب بالنسبه لكمال الاجسام بتعمل ايه كمال الاجسام البطولات موجوده عادي وكل حاجه تمام هي المشكله بس ان انا هنا المعيشه غاليه شويه فلازم تشتغل وبعد كده تركز في الماتشات بتاعتك عشان انت لما بتحتاج انك تجهز لبطوله بتبقى عايز متفرغ لها ومحتاج تدريب التدريب بتاعك قد ايه كل كام ساعه في اليوم والله على حسب يعني عندي بطوله ولا في الاوف سيزون في العادي في النورمال مثلا النورمال ساعتين مثلا ساعتين لو ساعتين. عندك بطوله بتزود لو عندي بطوله ممكن اخش في اربع ساعات بتبتدي اربع ساعات يوميا طبعا الوقت هنا تايم از ماني مكلف طبعا فبتبقى ده بيبقى تحدي برضه ان انت لازم توفر وقت للتدريب من وقت شغلك بالظبط طيب انت شايف نفسك ايه في الايام الجايه شايف نفسك اكتر في برضه في الاثنين في الاثنين زي فان دام كده في الاثنين ما بتحلمش ان انت تمثل مثلا تستفيد من مش عارف حاليا من كمال الاجسام في السينما ولا ما فكرتش
لا كمان اكشن فرصه كويسه السينما ممكن. مش تركيز ممكن البوكسنج ماشي في السينما او الام ام اي في السينما جميله هي بدات دلوقتي يركزوا عليها في السينما جامد قوي وبقى عليها فوكس قوي فجايز. طيب نظامك الغذائي ايه بقى هنا؟ حاسس ان نظامك الغذائي هنا احسن من مصر؟ في الاول لا كان بالنسبه لي اصعب بس بالعكس اكتشفت ان هنا اسهل بكتير. يعني كان الاول كان بالنسبه لي اصعب بكتير مش عارف اجيب الاكل ازاي في حاجات انا مش عارف موجوده هنا ولا لا بس لما بقى يعني عرفت كل حاجه وسالت اصحابي وعرفت ان هنا اسهل بكتير. هنا اسهل. طيب وانت انا عارف ان انت دارس فانت تقدر تفيد الناس كمان بالنظام الغذائي لو حد عايز طبعًا يبني طبعا جسمه. انا مدرب من ممكن في الحلقات الجايه تبقى تقدم لنا يعني برامج لحد ممكن نستقبل تليفونات او ايميلات لحد عايز مشكلة. يبني جسمه وناس كتير مشكلة. بتشوفك انا عايز ابقى زيك فاعمل ايه طبعا فممكن أكيد طبعًا. تقدم له برنامج علمي مدروس ان هو طبعًا. يمشي على نظام معين غذائي عشان يبني جسمه صح؟ اكيد طبعا. ودي بتبقى لكل شخص حاله معينه يعني انت لازم كيس استادي لكل واحد يعني تدرس الحاله بتاعته بالزبط. اللي هو وزنه قد ايه صح طوله وزنه طوله في ناس عندها مشاكل في القلب في ناس بالزبط. عندها مشاكل في الضغط تاريخ الصحي في ناس عندها سكر بالزبط. في ناس شغلها عامل ازاي في واحد شغال مثلا بيتحرك كتير فده بزود له سعراته الكالوري بتاعه في واحد طول شغله قاعد على مكتب في واحد ما بيتحركش من البيت في واحد بيتمرن كتير جدا في لاعب باسكت بول مثلا في لاعب فوتبول في واحد بالتالي ده موضوع مهم قوي كل شخص اللي هو بيسمى نيتريشن نيتريشن ده ممكن نبقى نعمل له حلقه ولا حلقات صح محتاج حلقات نتكلم فيه بعد كده محتاج حلقات علشان نتكلم فيه خلاص يبقى احنا علشان الوقت بتاعنا خلاص تقريبا وقت الحلقه انتهى وبس احنا هيبقى لينا لقاء تاني علشان نتكلم في موضوع النيتريشن ده اكيد طبعا متشكر قوي لوجودك معانا وان شاء الله لينا اللقاء تاني ان شاء الله ماشي شكرا مع السلامه اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقه اسبوعيه جديده من برنامج النادي العربي من امريكا في كل لقاء هنحاول نلقي الضوء على اي قضيه او مشكله تواجه الجاليه العربيه في امريكا نلتقي نتفاعل نتواصل على قناه MAA